أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في الحوار مع جانلو. على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية، يلتقي رئيس الصين شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا العالمية الساخنة. ومن المقرر أن يقوم ترامب بزيارة الدولة إلى الصين في العام الجاري، ما يعبر عن تكثيف تبادلات رفيعة المستوى بين الجانبين منذ تولي ترامب السلطة. ما مقصى لقاء زعيمين في هامبورغ وتأثيره ذلك على العلاقات الثنائية؟ ما الرسالة التي حملتها أول جولة من الحوار الأمني والدبلوماسي بين البلدين؟ هل توصل الزعيمان إلى توافق بشأن استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية؟ كل هذه الأسئلة نطرحها اليوم على ضيفين كريمين استوديو معنا، وهما أستاذ ليوان تشينغ خبير الشؤون الدولية، مرحبا بكم. أهلا، مرحبا. وأستاذ غزوان بريك صحفي وخبير إعلامي من وكالة سينهوا للأنباء، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سندعو حوار اليوم بعد متابعة تقرير التالي. في 21 من يونيو الماضي توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاقات هامة حول تطوير العلاقات الثنائية وقضايا الأمن، وذلك خلال حوار رفيع المستوى في مجال الأمن احتضنته العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تعهد البلدان بالبناء على توافق الآراء الذي توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك تعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية على المدى الطويل. وفي 8 من يوليو الجاري اجتمع رئيسان للمرة الثانية على هامش قمة مجموعة العشرين والتي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية، وقد تمحور اللقاء حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الساخنة، حيث أشار شي إلى أن البلدين حققا تقدما جديدا على مستوى التعاون الثنائي في مجالات كثيرة منذ اجتماع مار إي لاجو، رغم وجود بعض القضايا الحساسة. وحث شي على بذل الجهود المشتركة مع ترامب للسير بالعلاقات الثنائية على المسار الصحيح والتنسيق في شؤون دولية. من جانبه أشاد ترامب بالعلاقات الرائعة التي تجمعه برئيس شي، معربا عن ثقته في النجاح في التعامل مع القضايا المشتركة بالتعاون مع الصين. كما اتفق البلدان على عقد الجولة الأولى من الحوار الاقتصادي الشامل في 19 من يوليو الجاري، وأن تتولى فيما بعد الحوارات المتعلقة بإنقاذ القانون والأمن الإلكتروني والتبادلات الاجتماعية والثقافية. جدير بالإشارة أن الرئيس الشي ونظيره الأمريكي ترامب قد أسس خلال اجتماع مار إي لاجو في فلوريدا الأمريكية 4 آليات رفيع المستوى للحوار تهدف إلى تعزيز الفهم المتبادل ودفع التعاون العملي بين الجانبين. فأستاذ غزوان، نبدأ الحوار معك. فيعتبر اللقاء بين رئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء في هامبورغ خلال على هامش مجموعة العشرين اللقاء الثاني بينهما. ففي هذا اللقاء يعني يتبنى الجانبان موقفا إيجابيا في شؤون ذات صلة بالسياسة والاقتصاد والتجارة والقضية النووية في كوريا الديمقراطية. فكيف ترى أهمية هذه الزيارة، هذه اللقاء، أو كيف ترى تأثيراته على التعاطي مع الخلافات التي تشوب العلاقات الثنائية؟ بعد الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس بين إلى الولايات المتحدة ولقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل أشهر من الآن، شهدت العلاقات الصينية الأمريكية دفعة جديدة نحو الأمام. في ذلك اللقاء كما قرأنا في وسائل الإعلام وتابعنا جميعا، تم الاتفاق على العديد من النقاط، وتم بحث القضايا السياسية الخلافية والاقتصادية والتجارية وبعض القضايا التي تثير المخاوف والقلق والتي تشهد في بعض الأحيان شدا وجذبا بين البلدين. فتارة نراها يعني في طور التصعيد، وتارة نراها وقد حلت تقريبا. هذه العلاقات شهدت تلك الدفعة الإيجابية بعد الزيارة الأولى للرئيس شي جين بينغ، ولكن ما لوحظ بعد ذلك بفترة وقبيل انعقاد قمة العشرين
بأن الولايات المتحدة عادت إلى سياساتها القديمة الاستفزازية، عادت لممارساتها التي تعتقد أنها ممكن أن تنجح مع جميع الدول، بقيام ببعض الممارسات هنا وهناك، بعض التصريحات، بعض الضغوط، ولكنها ثبت لها بعد كل ذلك بأن هذه السياسات ربما تنفع مع بعض الدول لكنها حتما لن تجدي نفعا مع الصين. بالوصول إلى لقاء الرئيسين في قمة هامبورغ، من الملاحظ أنه تم إعادة التأكيد مرة أخرى من قبل الجانب الصيني على أن التعاون بين الجانبين يجب أن يكون على أسس الاحترام المتبادل، المساواة، على أساس الدول علاقات أو نمط العلاقات بين الدول القائم على الاحترام، وأن التعاون هو أفضل من التصارع، ولذلك من الأفضل الكف عن تلك الممارسات والعمل بشكل جدي على مسار التنمية الذي يناسب سياسات البلدين وتطلعاتهما، لأن وجود الصين وأمريكا قويتين من شأنه أن يخدم مصالح البلدين والشعبين قبل كل شيء، وبدرجة أعلى يعم السلام في العالم، أو نلاحظ أن هناك مزيد من الاستقرار على النظام العالمي بشكل أعم، فيما لو كانت العلاقات الصينية الأمريكية أكثر توازنا. نعم طبعا، يعني خلال هذا اللقاء تمت الموافقة على بعض المبادئ الأساسية للتعامل أو تفاعل بين البلدين. لا شك في ذلك، ولعل من أبرز هذه الموافقات هو يعني تأكيد الإدارة الأمريكية أكثر من مرة على مبدأ صين واحدة الذي كانت تتلاعب به فيما سبق. نعم. نعم، فأستاذ لي، كما نعرف يعني من ثمار هذا اللقاء بين رئيسين إرساء خطة لدفع تبادلات رفيعة المستوى وتفاعلات ثنائية بين البلدين. ففي 19 من الشهر الجاري سيجري أول جولة من الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة، ويتولى ما بعد ذلك سلسلة من الحوارات بشأن الإنسانية والاجتماعية وأيضا أمن الإنترنت. هل يعني كل هذه يعني يشير إلى أن آلية الحوار قد أصبحت عملا دوريا بين البلدين؟ هل توافق على ذلك؟ في الحقيقة كما تكلم أستاذ غزوان، هذه تعتبر خطوة مهمة جدا في طريق التقدم للعلاقات الثنائية الصينية الأمريكية، لأن في الحقيقة أن العلاقات الصينية الأمريكية هي أهم العلاقات الدولية وأكثر تعقيدا أيضا، لأن ترجع إلى تاريخ طويل إلى عوامل وجوانب متعددة بما فيها سياسية، اجتماعية، بشرية، في بعض الأمور يمكن فكرية. فهذا الحوار، آلية الحوار، وقيمت في ابتداء على ما أتذكر في عهد أوباما، بدأت هناك في آليات متعددة، ما أكثر يمكن عشرات آليات متفرقة، ولكن الآن ركز إلى 4 جوانب كما تكلمت، في الاقتصادية وفي بشرية وفي أمنية وأيضا في سياسية أيضا استراتيجية. فهذا مهم، يعتبر الخطوة مهمة. عند علاقات الثنائية الصينية الأمريكية مصالح مشتركة، هذا بالتأكيد، مع أن هناك وجود الخلافات والنزاعات في عدة مسألات مهمة، مثل بحر الصين الجنوبي، مثل مسألة تايوان، مثل مسألة التجارة. الآن طبعا بعد ترأس معنا بعد الانطلاق بداية هذا ابتداء رئاسة ترامب، أصبح مسألة التجارة من أهم المسائل الموجودة لهذه العلاقات، لأن التجارة ترامب أكيد هو رجل أعمال ناجح قديما، والآن هو يهتم بالغ الاهتمام بالتجارة. فهو تكلم بكل صراحة في مرحلة هذا الترشيح، يمكن انتخابه قبل الرئاسة، هو تأكد على أن نصف العجز التجاري الأمريكي يرجع إلى الصين.
هذا دليل على أنه وضع كل المسؤولية لمشاكل اقتصادية أمريكية ترجع إلى الصين، تدع في الجانب الصيني، يقول هذا تصدير واستيراد في عجز كبير. ولكن هذا يجب أن نحلل من ناحيتين، من ناحية طبعا العجز التجاري غير صالح لبلد لطرف، ولكن في الحقيقة هذا العجز ممكن نحلل ما هي أنواع هذا العجز. ولكن هذا العجز في الحقيقة حل مسألة التوظيف والعمالة في فرصة العمل في أمريكا أيضا. مثل قريبا لا أعرف هذا الخبر حقيقي 100% أم لا، في هناك في رجل أعمال صيني مشهور أقام منتدى في أمريكا، وأيضا باشتراك أكثر من 3000 مؤسسة أمريكية متوسطة ومصغرة، وهو يقول السوق الصيني كبير جدا. على مثال الدجاجة، الاستهلاك 7 بلايين دجاجة سنوية في الصين، فأصحاب مزرعة تربية دجاجة أمريكية مبسوطة جدا، وفي نفس فرصها الوقت كثيرة. صاحب المصنع البيرة مبسوط أيضا، هو يقول بعد أكل عند أكل تناول دجاجة أكيد يشرب بيرة. هذا دليل يدل على شيء، فدل على أن هناك أفق آفاق واسعة جدا في فتح سوق صينية. ففي الحقيقة أن العجز يعتبر العجز، وإن كان يعتبر عجز لمصلحة الطرفين. فلا نقول، لا ندعو النزاع والتناقضات، إذا صار تناقضات ونزاع هذا يضر إلى الطرفين، سيكون يخسر الطرفين بلا شك. فيجب أن نعترف بذلك، على هذا الأساس نقيم آليات الحوار في مختلف المجالات. طبعا هناك فرص كثيرة للتعاون بين البلدين في مجالات سياسية واقتصادية وتجارية، كثير من المجالات. فكما قال أستاذ غزوان، إن هذه الموافقة يعني لدى الجانبين، خاصة في التعامل بين البلدين في هذه المجالات. فأستاذ غزوان، نعرف أيضا في الشهر الماضي جرت أول جولة من الحوار الدبلوماسي والأمني بين الصين والولايات المتحدة بعد استعدادات لمدة طويلة. يعني كيف ترى مغزى هذه الجولة من الحوار بالنسبة إلى الحفاظ العلاقات الثنائية المستقرة والصحية بين البلدين؟ لعل من أبرز النقاط لهذا الحوار الدبلوماسي والأمني بين الصين والولايات المتحدة أنه تم أخيرا كما تفضلت بعد سلسلة التحضيرات المطولة التي سبقت. هذا الاجتماع يرسل برسالة مؤثرة وواضحة لكلا البلدين وللعالم بأن التفاهم والاستقرار في العلاقات، التنسيق المتواصل بين الجانبين، هو أساس لاستقرار ثنائي في العلاقات ولاستقرار العالم. لابد من وضع أسس واضحة وفهم النوايا الاستراتيجية لكل طرف. كما نعرف السياسة الأمريكية الجديدة في عهد ترامب لازالت غير واضحة في تعاطيها مع معظم القضايا في العالم وبشكل خاص مع الصين. فتارة نرى أن ترامب يؤكد بعد لقائه الرئيس الصيني بأن الولايات المتحدة متمسكة بمبدأ صين واحدة، ولكنه بعد ذلك نلاحظ أن تصريحات أخرى تصدر هنا وهناك باحتمال إجراء اتصال مع تايوان. قبيل لقاء الرئيسين في قمة هامبورغ، بعض الاستفزازات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي. إذن نحن أمام حالة من الأمن الاستراتيجي غير الواضح، فلابد للبلدين أن يعملا وفق استراتيجية واضحة أمنية، يعملان على تعزيز آليات التنسيق والتشاور على أعلى المستويات، لأن من مصلحة ذلك أن يؤسس ويرسي أسس أكثر ثباتا لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. صحيح أن هناك بعض القضايا الخلافية بين الصين والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي أو التجاري أو فيما يتعلق بالأمن الإقليمي في المنطقة. نلاحظ أن الولايات المتحدة بسياستها المعهودة تقوم بمحاولة فرض الضغوط على الصين فيما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية، وتقوم بمناورات عسكرية
إلى ما هنالك من هذه الاستفزازات، ولكن من مصلحة الولايات المتحدة أن ترسم نهجا واضحا لعلاقاتها وسياساتها مع الصين وبالتالي مع العالم. هذا سيؤسس لوضع سليم بين الدولتين، ويتلائم من ناحية أخرى مع المبدأ الصيني الذي تم طرحه مؤخرا بأنه التشارك والتفاهم وتحييد الخلافات أفضل من التصارع والمواجهة. طبعا أن العلاقات الصحية والمستقرة بين أكبر اقتصاد وثاني أكبر اقتصاد في العالم لا تفيد البلدين فقط، بل تفيد كل المنطقة وكل العالم أيضا. فنواصل الحوار بعد الفاصل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد في الحوار. اليوم نتحدث عن آلية الحوار الشامل بين الصين والولايات المتحدة. فأستاذ لين، نواصل الحوار معك. فنعرف قامت كوريا الديمقراطية بعدة من التجارب الصاروخية في العام الجاري، ومن المعروف أن الولايات المتحدة دائما تطالب يعني بالصين يعني من تقريرات الرئيس الامريكي دونالد ترامب يطالب الصين ببذل جهود اكبر لايقاف هذه التجارب. وفي لقاء هامبورغ تبادل الجانبان يعني الرئيس الصيني والرئيس الامريكي اراء بصوره عميقه في هذه القضيه النوويه في كوريا الديمقراطيه. هل توصل الجانبان الى اتفاق للحفاظ بالوضع المستقر في شبه الجزيرة الكورية؟ في الحقيقة أن الطرفين الصيني والأمريكي كلاهما أولى بالغ اهتمام بمسألة شبه الجزيرة الكورية، خاصة المسألة النووية. لأن أولا نتحدث عن الجانب الصيني، يعني أن هذا الموضوع، هذا المشكلة، نقول مشكلة أو مشكلة غير لصالحة لأمن واستقرار حدود الصين مع كوريا الديمقراطية، لأن كوريا الديمقراطية يعتبر واحد من جيراننا، الجيران لا يمكن، غير قابل للاختيار، موجود هنا. إذا صار شيء أولا الحدود هناك في عدم استقرار والأمن، قد يكون لاجئون وأيضا مهاجرون غير الشرعيين، هذا أول. وثاني هذا يؤثر على التجارة التبادلية بين الصين والدول المجاورة أيضا. أما الثالث وذلك سيسبب السباق العسكري لمختلف الدول الموجودة في هذه المنطقة، وكل هذه العوامل غير الصالحة لأمن واستقرار الصين. هذا أولا، لذلك الصين أولى بالغ الاهتمام لحل هذه المسألة، هذا من جانب الصيني. أما من جانب أمريكي أيضا، هم وضع الرئيس ترامب في هذه المسألة في المقام الأول، ممكن نقول يهتم كثير أيضا لحلها. كما تكلمت، هم دائما يتحدث أن كل ما عمل الصين وقام به الصين من المهمات والواجبات غير كافية. هذا إذا حللنا وفصلنا من جانب آخر، هذا دليل على ترامب أولى اهتماما بالغا، وإلا فلا يقول هذه الكلمة، ويقول غير كافي، بمعنى هو يعني غير مقتنع بما فعلته، بمعنى هو عنده هدف آخر وأهمية اهتمامه بحل هذا الموضوع بصورة سليمة وبأسرع ما يمكن هذا. ولكن أصل هذه المسألة يرجع إلى أي؟ إلى العلاقات الأمريكية الكورية، لأن يعني النزاعات بينهما هذا مصدر، هذا أول. والثاني هذا الآن نحن قد وضعنا خطة إيجابية لما يسمى التوقيف الثنائي أو وقف الثنائي، بمعنى من طرف كوريا الديمقراطية وطرف كوريا الجنوبية مع أمريكا واليابان أيضا، توقيف لتخفيف شدة التوتر في هذه المنطقة. ودعونا، ولم يقبل الآن، وأعتقد أنهم سيقبلون تدريجيا لتخفيف هذا الوضع من أجل تحقيق الحل النهائي لهذه المسألة، هذا الثاني. أما الثالث هو أن إذا صار شيء في هذه المنطقة، ستواجه العلاقات الصينية الأمريكية تحديات كبيرة جدا،
لأن هذا سيكون اختيار إجباري لمن يدخل في هذه المنطقة ويقف إلى جانبه ويؤيد أي طرف من الأطراف، سيكون الوضع غير ممكن نقول فوق السيطرة، يمكن خارج السيطرة. فلا نريد أن يحدث هذا ونرى هذا الأمر حدث إلى هذه الحد. لذلك ندعو أن المخرج الوحيد لهذه المسألة هو إجراء الحوار. نعم. الحوار من أجل ابتداء انطلاق الحوار هو يجب أن يكون هنا تخفيف من شدة الاستعداد لكلا الطرفين بما يسمى التوقيف الثنائي، فهذا يسمى خطوة خطوة. فممكن نقول أن الهدف الصينية والأمريكية متقاربة الآن، لأن أولا هو محاولة حل هذا المسألة، وثاني محاولة حل هذا المسألة بطريق الحوار أولا، هذا هو متفق عليه. ولكن وسيلة عسكرية أمريكا أحيانا بين فترة أخرى بعض المسؤولين يتكلمون ويكررون عدة مرات أنهم قد يكون هناك ضرب عسكري، ولكن إذا صار ضرب عسكري هذا سيكون شيء خطير جدا، ولا ندعو ذلك ولا نوافق ولن نقبل أبدا. لذلك أن موقف الصين واضح جدا وثابت، ندعو إجراء الحوار للحل وإن كان بطيئة وتدريجية، ولكن من أجل تحقيق هذا الهدف سيكون تقدم سليم. نعم، كلام صحيح. فالحوار دائما حل مفضل. نعم. أو مقارنة مع التدخل العسكري. صحيح. ولكن كيف تحقيق الحوار بين الجهات المختلفة؟ هذا هو سؤال أفضل أكبر. فأستاذ غزوان، نعرف كما قلت يعني علاقات دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة يبدو أنها غامضة أحيانا، كما قلت منذ دخول المدامرة البحرية الأمريكية في المياه الإقليمية الصينية، فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية بسبب تعاونها مع كوريا الديمقراطية، وحتى يعني جولة جديدة من شراء الأسلحة الأمريكية إلى تايوان. يبدو أن موقف إدارة ترامب متناقضة أحيانا، لأن كما قلت قبيل يعني لقاء ترامب ورئيس الشي كل هذه الأعمال الاستفزازية من قبل الولايات المتحدة، فكيف نقرأ موقف إدارة ترامب يعني خلال كل هذه الأعمال؟ منذ تولي ترامب وحتى الآن يعني لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع بعض التصريحات أو بعض الممارسات الأمريكية التي تثير الجدل. نتفق جميعا كما يتفق العالم على أن ترامب شخصية مثيرة للجدل، يدير البلاد بعقلية رجل الأعمال. هذه الممارسات الاستفزازية والتصريحات الغامضة التي تطلقها الإدارة الأمريكية هنا وهناك بخصوص هذه الدولة أو تلك الدولة كلها تصب في مصلحة أمريكا، تعتبر كوسائل ضغط. فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية ضد الصين، هذه الممارسات والتصريحات تصب في هذه الخانة، خانة الضغط على الصين. تعتقد إدارة ترامب ممثلة برئيس ترامب بأن رفع العصا الأمريكية ربما يرهب الصين، وبالتالي تقوم بالأسلوب الدبلوماسي لنقل وأحيانا بالسياسي بتصريحات حول اتصالات مع تايوان، بيع الأسلحة إلى تايوان، تقوم نتيجة عجزها التجاري وعدم قدرة الشركات الأمريكية في بعض الأحيان عن منافسة الشركات الصينية سواء في داخل الصين أو في أمريكا. تجد الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية نفسها مضطرة لأن تفبرك بعض العقوبات لتوقف امتداد وتأثير الشركات الصينية. هذه الممارسات والتصريحات الاستفزازية والتي تصل إلى حد العدائية أحيانا كما دخلت المدمرة الحربية في المياه الإقليمية الصينية، كل هذا يدخل ضمن نطاق الضغط الدبلوماسي. تعتقد إدارة ترامب بأنها بمثل هذه التصرفات سوف
تغير الموقف الصيني، سوف تكسر ربما القرار الصيني السيادي، ربما تدفع الصين لتقديم بعض التنازلات إن لم يكن على الصعيد الاقتصادي والتجاري فليكن على صعيد الأمن الإقليمي. فترامب يقول بأن الصين لها اليد الطولى في كوريا الديمقراطية وهي صاحبة النفوذ الأكبر وبإمكانها أن تنهي الأمر فيما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية. هو يبالغ في هذه التصريحات حتى يزيد من الضغط على الصين لتقوم بشيء ربما يصب في مصلحة الولايات المتحدة. كما قال الأستاذ إبراهيم إنهم يرفعون من مستوى الضغوط أملا في الحصول على شيء أكبر، يقولون بأن ما تفعله الصين غير كافي من أجل تحقيق أهدافهم هم وليس أهداف المنطقة أو أهداف الصين. بالمحصلة السياسات والتصريحات الأمريكية على ترامب أيضا أن يكون أكثر وضوحا لأن الاستمرار في هذا النهج السياسي الاستفزازي البراغماتي لن يؤدي إلى علاقات صحية بين البلدين. يعني الولايات الأمريكية ترى الصين كشريك تجاري جيد وكمنافس محتمل مستورد جيد نعم. وأسواق ذات أسواق كبيرة، ولكن في المجالات السياسية لا تريد الولايات المتحدة أن ترفع مكانة الصين على الساحة الدولية، حتى يعني الصين تواجه الولايات المتحدة تحديات من قبل الصين. الولايات المتحدة تريد أن تضغط وتواصل الضغط على الصين على كافة الصعد والمجالات اقتصاديا تجاريا سياسيا في الأمن الإقليمي في زيادة مشاركتها نحو المجتمع الدولي، تريد أن تواصل هذا الضغط من أجل إضعاف الصين. الولايات المتحدة ترى الصين منافسا ليس على الصعيد التجاري فقط وإنما أيضا مستقبلا ربما بعد سنوات، يعني القطبية الواحدة التي يعني لطالما استغلت الولايات المتحدة امتيازاتها ربما ستصبح مهددة بشكل أكبر مع ارتفاع دور الصين السلمي بين قوسين وهو ليس دوري أو هيمنة أمريكية. نعم يعني نعم. تريد الولايات المتحدة النمو الولايات المتحدة ليس نمو مشترك. تمام. نعم. فأستاذ لي نعم. السؤال الأخير نعرف منذ يعني تولي ترامب ولايات يعني رئاسة الولايات المتحدة نعم. يبدو أن إدارته ليست عندها رغبة في لعب دور كبير في الشؤون الإقليمية والدولية. مما يعني يجعل الولايات المتحدة موضع انتقادات من قبل المجتمع الدولي، بينما الصين يعني تحاول تحمل مزيد من المسؤولية الدولية من خلال تنفيذ الحزام والطريق ودعم للتغير المناخي. فكيف ترى المسعى الدولية لكل من الولايات المتحدة والصين؟ وأنا أفهم هذا الموضوع من انطلاق على هذه النقطة. أولا أمريكا هي تتمسك بالهيمنة في العالم بلا شك، لأن يبدو أنها ستنسحب في بعض الشؤون الدولية، ولكن لا أعتقد ذلك نهائيا. هو من مصلحة أمريكا مثل ما تكلم وكرر ترامب عدة مرات أمريكا فيرست، بمعنى أمريكا في المقام الأول، ولكن في الحقيقة لا تستطيع انسحاب نهائيا. وحتى إذا تم انسحاب أمريكا الصين لن تحل محله، لأن المبادئ الخمسة لتعايش السلمي موجود ومعترف. شكرا جزيلا نعم لكلام أستاذ إبراهيم وأستاذ لي، شكرا جزيلا. عفوا. وشكرا أيضا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.